طيب لو دخلنا على الداتابيز بتاعتنا اللي هي جروب 1 مثلا، اول حاجه محتاجين نتعرف عليها حاجه اسمها الداتا تايبس، صح ولا ايه؟ احنا قفلنا السيرفر، لاحظ طبعا هو طلع لي كده الدنيا كلها وقفت، بس احنا بس عشان قافلين السيرفر بس مش اكتر. احنا قبل ما نخرج قلنا فنقفل السيرفر بقى وايه ونروح، روحنا بدري ف راجل زي ده. طيب فين؟ طيب انا يعني هجرب معاكم مثلا، خلينا في جدول الاي بي لمجرد ان احنا نفتح شويه افكار، يعني نتعرف مثلا على انواع البيانات في الماي اس كيو ال على السريع، مش محتاجين نطول وناخد فيها يعني كلام كتير. احنا عندنا نوت ان النمبر اوف كولمز، ممكن تقول انا عايز مثلا 4 كولمز 5 كولمز 6 كولمز على حسب ما انت مخطط، ولو مش مخطط تقدر تزود يعني. قلت له جو طلع لي بس ايه ست خانات اقدر احط فيهم زي ما انا حددت يعني. طيب انا محتاج ان انا اتكلم على ايه؟ محتاج اتكلم على بعض الحاجات هنا اهو، تمام؟ هو هنا هتلاقيه مرتب لك الموضوع ومطلع لك كل الانواع بحيث انت هتختار منها. بس انا هستغل دي في ان احنا ما ننساش انواع ونوضح الفروق ما بينهم على طول يعني. فاحنا عندنا في النيوميريك، النيوميريك عندنا شويه انواع اهي كتير مش قليله، ماشي؟ هنتكلم على اهم الانواع اللي بنستخدمها دايما في النيوميريك، الحاجات الرقميه. فاحنا عندنا الانت، عندنا بقى منه بقى ايه التيني انت والسمول والميديوم والانت والبيج انت، دول كلهم انت، تمام؟ لو وقفت كده هيساعدك، هيقول لك بص التيني من سالب 128 لموجب 127، السمول من 32000 ومش عارف من سالب للموجب، والميديوم من كذا لكذا، والانت من كذا لكذا، والبيج انت من كذا كذا. مش محتاج انا اشرحها، هو طلع الانت على طول ومش محتاج ان حد يحفظهم لي اساسا، تمام؟ محتاجين برضه الحفظ. طبعا تمام. دي بقى المجموعه بتاعت الايه؟ بتاعت الارقام الفراكشن، الارقام الكسريه او مش عارف ايه العشريه اي حاجه، تمام؟ هتلاقي عندك بقى ايه؟ عندك برضه الديسمال والفلوت والدبل والريل، تمام؟ دول الايه؟ دول هم عاملينهم لكم بالترتيب على فكره يعني، تمام؟ دول كده ايه من الايه؟ من الحاجات طبعا مش هتستخدم اكتر من يعني، هم اصلا احنا ما بنستخدمش اكتر من خطين ثلاثه 10 يعني. كل الكلام اللي هم عاملينه ده للناس بتوع بعد الشر، الناس اللي عندهم بقى ابحاث وكلام زي كده يعني، وقاعده صواريخ بتطلع في فيمتو ثانيه مش عارف بتاع حاجات كده، بيحطوا ارقام كسريه كبيره يعني. بتبقى في الغالب كل السيستمز اللي هي نقول فوق ال 95% من السيستمز اللي عليه ما بتحتاجش اكتر من خانتين 10، ويمكن عشان الكويت نحط خليهم ثلاث ارقام 10 بس مش اكتر، مش اكتر من كده. مفيش عملات خمسه دي، هو 23 جنيه ونص، مفيش غيره، 75 قرش، مفيش، مش هنخش اكتر من كده يعني، شايف؟ فاهم ازاي؟ مش هنخش، احنا بنحط بس التالت عشان لما يكون مثلا في بنوك مثلا، فالنص مع النص مع النص الفكه دي احنا عايزينها، فمهمه، فممكن ساعتها نجمعها، مش اكتر من كده. وفي اللي هي الكويت وكده عشان العمله بتاعتهم حلوه يعني كبيره، فبياخدوا اللي بيشتغلوا على ثلاث خانات 10 مش خانتين بس، هم فعلا بيشتغلوا على كده يعني، تمام؟ لكن مش اكتر من كده يعني، مفيش اكتر من كده يعني. فكل الانواع بالنسبه لك هتكفيك وزيادتين، كل الانواع اللي بالنسبه لك هتكفيك وزيادتين. احنا ممكن نشتغل على الديسيمال مثلا وخلاص يعني، نعتمد ان احنا شغالين ديسيمال لان مش هنعديه يعني، نحدد خانتين 10 3 10 4 وخلاص الموضوع انتهى. طيب البت والبوليان والسيريال، دول ثلاث انواع تانيين، هم بيتسجلوا كرقم يعني، تمام؟ لكن احنا ممكن يعني مثلا عندك البوليان مثلا معروف اللي هو يا زيرو يا 1 يعني، بس هو ترو يا فولس، بس هو في الاخر بيسجلوا صفر وين؟ صفر واحد بس كتسجيل، عشان كده جامعهم مع الموضوع ده. السيريال بيستخدم في الاوتو انكريمنت لو انت عايز تعمل حاجه عداد تلقائي، وانسايند يعني ما ينفعش تحط في ثواني، تمام؟ كله ايه؟ ارقام ايجابيه وانت طالع يعني. فهو يعتبر بيج انت بس انسايند بيج انت، ويبقى دايما نوت نل ودايما اوتو انكريمنت على بعضها كده، يلا شروه واحده وتقوم وخلاص يعني. ايه؟ هو اوتو انكريمنت، هو اوتو انكريمنت يعني ارقامه كل شويه بتيجي ما بيتكررش. الديت تايم، الديت تايم في عندك برضو مجموعه من الديت تايمز، في عندي الديت وفي عندي الديت تايم مع بعض، تمام؟
وفي عندي اللي هو التايم ستامب. التايم ستامب اعلى شويه بيحدد بقى لو انت السيستم بتاعك في المنطقه الزمنيه ودول، وبيعمل كونفرتنج ما بين الدول والكلام ده كله بيشتغل على تايم ستامب. خلاص تايم ستامب يبقى اكتر دقه من الديت تايم، لان هياخد الديت والتايم والمنطقه الزمنيه ايه، ولما يجي سويتش يقدر ايه، يقدر يسويتش معاك على مناطق زمنيه مختلفه. والتايم لو انت عايز تحط تايم بس، والير لو انت عايز تحط الير بس، كل دي حاجات مستخدمه في موضوعنا ده. طيب تعال نخش على السترينجز. السترينجز عندنا الكاركتر وده معروف. وطبعا الكاركتر من فاهمين طبعا اللي هو بياخد مش ستريتش، يعني بيحجز المساحه اللي انت عايزها على طول. ومن 0 ل 255 وباي ديفولت لو انت ما حددتش بيبقى دايما واحد، يعني بياخد ايه؟ يعني 1 كاركتر. الفاريبل كاركتر، الفاريبل كاركتر الكاركتر بتدي له مساحه، تدي له الماكسيمم، وهو بيقدر يستريتش على قد الايه؟ الداتا اللي انت بتدخلها. تمام؟ وبيوصل لغايه 65,000 وشويه يعني في السايز بتاعه. حلو. في بقى عندي بقى ابدا برضو التكست، واخد لك برضو ايه التيني تكست والتكست والميديوم واللونج، كلهم في التكست. تمام؟ واخدهم برضو احجامهم. فبيقول لك طبعا بتبدا بالتيني من 255 حرف و 65,000 و 16 مليون ومش عارف رقم ما بتعرفش تعده بقى من كتر اللي موجود يعني. تمام؟ دول الايه؟ الاحجام. فبتلاقي الاحجام مش متوهاكم، الدنيا واضحه صح؟ لا 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 احفظها ايه؟ انا لو مش مكتوب قدامي مش هحفظها، انا فاضيين للكلام الفاضي ده؟ لا مش فاضيين الكلام ده. لا 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 مش هتقعد تحفظ الارقام دي، ما هي موجوده اهي. ما هو يا انا ما بقف كده بتكتب لي، هي بتكتب لي بتقول لي الارقام اهي. هي بتطلع لي هنت بالاحجام اللي انا عايزها، فمش محتاج ان انا اكون حافظها، محتاج بس اكون ايه؟ عندي خلفيه عنها بس عشان ابقى عارف اللي في ان التاني اقل والبيج اقل والميديوم اعلى والكوميد اكتر. ما هو اعلى حاجه هتجيب لك اعلى حاجه، اللي هو اللي هو اعلى حاجه في الموضوع ان عندك مثلا وانت في الكاركتر يبقى 65,000 وشويه. انا عارف هو بيتكلم على اللينس، انا عارف. تمام؟ طيب في عندنا بقى اللي هو اللي هو الباينري ده، بيشيل النص بس بيشيله بشكل البايتس والاصل بتاعه يعني. هو الباينري والفار باينري هم بالظبط الكاركتر والفار كاركتر، بس ده بيشيل بالايه؟ بيشيل بالبايتس. ماشي؟ طيب وفي عندك بقى منهم برضو نفس الكلام، في عندك بقى مجموعه من من الباينري اللي هم بنسميهم البي ال او بي. خلاص؟ البي ال او بي اللي هو ايه؟ باينري لارج اوبجكت. دي بقى اللي بتشيل بقى ايه يا عمنا؟ الصور، الاوديوز، الفيديوز، الحاجات اللي هي اصلا حاجات باينري، يعني ما هياش تكست، ما هياش نص ولا كلام ولا ارقام ولا رموز، لا دي هي اصلا باينري، زي الايمجز، زي الفيديوز، زي الاوديوز، زي الكلام ده كله. بيسموها ايه؟ البي ال او بي، اللي هي الباينري لارج اوبجكتس. خلاص هتلاقي منها برضو ايه؟ التيني والميديوم والبي ال او بي واللونج بي ال او بي، هم بنفس الايه؟ بنفس الترتيب يعني. ودول بقى هتلاقي برضو الاحجام بتاعتهم مكتوبه 255 16 مليون، واضرب بقى على طول بقى وتحط ارقام حجمها كبيره يعني. تمام؟ على حسب انت بتحط ايه. في الانوميريشن، الانوميريشن معروف، اللي هي يعني مجموعه مسلسله بيختار حاجه منها. تمام؟ يعني مثلا بتحط ثلاث اربع اسماء ودايما بيختار حاجه منها، زي مثلا الاوردر ده يبقى تحت الطلب، يبقى تحت التنفيذ، يا اما تنفذ، يا اما خلص، يا اما مثلا ثلاث اربع انواع. فانت بتحدد الايه؟ الانواع بتاعتك في الانيميريشن، وكذلك في الست. الست برضو بتبقى نفس الفكره. تمام؟ بس بتوصل الست اوسع شويه، بتاخد لغايه 64 ممبر يعني. تمام؟ بتاخد ممبرز، عدد ممبرز اكتر يعني. تمام؟ عندنا بعد كده في جانب ثاني اخر مش هنتكلم عليه بالتفصيل، اللي هو خاص بالسبيشال. وكل اللي في السبيشالز دول عشان ما نخش في تفاصيلهم، كلهم قايمين على فكره اللونجيتيود واللاتيتيود، اللي هي تحديد المواقع الجغرافيه. يعني دول الانواع كلها قايمه على تحديد المواقع الايه؟ الجغرافيه، اي المكان بتاعك يعني. والمكان اصلا في الاساس بيتكون من تو بوينتس مش اكتر، اللي هي حاجه اسمها اللونجيتيود واللاتيتيود، هم دول النقطتين اللي بيحددوا الموقع بتاعك. بس انت ممكن تكون مش عايز بس انك تسجل في داتابيز الموقع، ممكن تكون عايز تسجل المسار بتاع الحركه. ففي بقى عندك بقى ايه اللي بيسجل الكيرف مثلا، اللي هو البوليجون، بيقدر يديك انك تحدد بقى مجموعه نقاط بتمثل ليك مثلا من البيت للشغل مثلا، وتحدد مجموعه نقاط على بعضها، يعني في فيلد واحد بتحدد مجموعه النقاط على بعض. تمام؟
بيديك بقى الايه البوينت واللاين والبوليجون والاشكال بتاعه الايه الحركه بتاعتك. واخر حاجه اضيفت اللي هي الجسم، وده اللي هو الجافا سكريبت اوبجكت نوتيشن، عشان من خلال الجسم ده الماي سيكوال تخش العصر البيج داتا والكلام ده، وتشتغل بقى حاجه اسمها دوكمنت داتابيز، وتبدا تشتغل باسلوب الجسم وكده. تمام، ممكن برضو نحاول ان شاء الله ناخد فيها شويه اكزامبلز بتاعت الجسم دي. كده كانت كل الايه الانواع اللي موجوده في الماي سيكوال، وعرفناهم وعرفنا الفرق ما بينهم واسمائهم والكلام من ده. عملنا فتره جديده من التيبل، ما يبقاش عندنا ان شاء الله في مشكله. اي سؤال؟ خلاص طيب.